الدرس الثالث قسمة عدد صحيح على كسر عادي. نشاط واحد، زار طلبة الصف الخامس معرضا للكتاب فاشترى سالم 4 قصص، ثمن كل قصة 1/4 دينار، واشترى وائل كتابين، ثمن الكتاب 1/2 دينار. كم دينارا دفع كل من سالم ووائل؟ دفع سالم 4 ضرب ربع يساوي 4/4 يساوي 1 دينار، ودفع وائل 2 ضرب نصف يساوي 2/2 يساوي 1 دينار. أكمل ما يلي، أي أن 4 يساوي 4/1 و2 يساوي 2/1. 4 ضرب ربع يساوي 4/4 يساوي 1، و2 ضرب نصف يساوي 2/2 يساوي 1. 4/1 ضرب 1/4 يساوي 4/4 1، و2/1 ضرب 1/2 يساوي 2/2 يساوي 1. أتذكر أن كل عدد صحيح يمكن كتابته على صورة كسر مقامه العدد 1. أتعلم حاصل ضرب كسر عادي بمقلوبه يساوي 1. مثال: مقلوب الكسر 4/7 هو 7/4، ومقلوب الكسر 9/5 هو 5/9. نشاط 2، أكمل ما يلي: الكسر ومقلوب الكسر. الكسر 3، مقلوب الكسر 1/3. الكسر 11/23، مقلوب الكسر 23/11. الكسر 8/2، مقلوب الكسر 2/8. الكسر 25/50، مقلوب الكسر 50/25. نشاط 3، ألاحظ وأتأمل: 2/3 ضرب 6/4 يساوي 1. الكسر 6/4 مقلوب للكسر 2/3. أفسر إجابتي شفويا، نعم، لأن الكسر 6/4 نقسم البسط والمقام على 2، 6 × 2 × 4 × 2 يساوي 3/2، هو مقلوب للكسر 2/3. نشاط 4، للمشاركة في اليوم المفتوح أعدت نور 6 فطائر، ثم قسمت كل فطيرة إلى 4 أجزاء متساوية، ووضعت كل جزء في طبق صغير. ألف: كم طبقا تحتاج نور لتضع جزءا واحدا في كل طبق؟ عدد الأجزاء يساوي 6 ضرب 4 يساوي 24 جزءا. عدد الأطباق يساوي 24 طبقا. عدد الأطباق يساوي كم ربع في 6؟ يساوي 6 × ربع يساوي 6/1 × 1/4. ألاحظ من الرسم أنه يوجد 24 ربعا في 6 فطائر، و6 ضرب 4 يساوي 24، وأن ناتج ضرب 6 ضرب مقلوب الربع يساوي 6/1 ضرب 4/1 يساوي 24. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن العلاقة بين ناتج 6 × ربع و6 ضرب مقلوب الربع ب. إذا أرادت نور أن تضع كل 3 أجزاء في طبق، كم طبقا ستحتاج؟ عدد الأجزاء من الرسم يساوي 24 جزءا، أي أن عدد الأطباق يساوي 8 أطباق. عدد الأطباق يساوي كم 3/4 في 6، أي 6 × 3/4 يساوي 6/1 × 3/4، وأن ناتج ضرب 6/1 ضرب مقلوب 3/4 يساوي 6/1 ضرب 3/4/3 يساوي، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 6 ضرب 4 على 3 يساوي 8.
أي أن نور احتاجت إلى 8 أطباق لوضع أجزاء الحلوى. ألاحظ العلاقة بين ناتج 6 تقسيم 3 على 4 وناتج 6 ضرب مقلوب الثلاث أرباع. 6 تقسيم 3 يساوي 6 ضرب 4 على 3 يساوي 24 على 3 يساوي 8. 6 ضرب مقلوب الثلاث أرباع يساوي 6 ضرب 4 على 3 يساوي 24 على 3 يساوي 8. الناتجان متساويان. أتعلم لقسمة عدد صحيح على كسر عادي، أضرب العدد الصحيح في مقلوب الكسر. نشاط 5، لنجد 5 تقسيم 3 على 6، أضرب 5 في 3 على 6. 5 تقسيم 3 على 6 يساوي 5 ضرب 6 على 3 يساوي 30 على 3 يساوي 10. نشاط 6، نشاط عملي. أحضر 4 أوراق، 4 أوراق من الكرتون مربعة الشكل. أقسم كل ورقة بالطي إلى 4 أجزاء متساوية، بما أن كل جزء يمثل ربع الورقة. أكمل الجدول الآتي. نلاحظ الجدول: عدد الأرباع في ورقة واحدة، جملة القسمة 1 تقسيم ربع يساوي 4، جملة الضرب 1 ضرب 1 على 4، 1 ضرب 4 على 1 يساوي 4. عدد الأرباع في ورقتين، جملة القسمة 2 تقسيم ربع يساوي 8، جملة الضرب 2 ضرب 4 على 1 يساوي 8. عدد الأرباع في 3 أوراق، جملة القسمة 3 تقسيم 4 على 1 يساوي 12، جملة الضرب 3 ضرب 4 على 1 يساوي 12. عدد الأرباع في 4 أوراق، جملة القسمة 32 تقسيم 4 على 1 يساوي 16، جملة الضرب 4 ضرب 4 على 1 يساوي 16. نشاط 7، تحتاج سلوى إلى 2 على 3 كوب من الطحين ونصف كوب من الجبن لإعداد فطيرة محشوة بالجبن. ألف، كم فطيرة تعد سلوى أكواب من الطحين؟ عدد الفطائر يساوي 4 تقسيم 2 على 3 يساوي 4 ضرب 3 على 2 يساوي 12 على 2 يساوي 6 فطائر. ب، كم كوبا من الجبن تحتاج سلوى لحشو 12 فطيرة؟ عدد أكواب الجبن يساوي 12 ضرب نصف يساوي 6 أكواب من الجبن. تمارين ومسائل. السؤال الأول: ما مقلوب كل من الآتية؟ ألف 7 على 12، 12 على 7. ب 6، 1 على 6. جيم 9 على 5، 5 على 9. السؤال الثاني: أكتب ناتج ما يأتي بأبسط صورة. ألف 4 تقسيم 4 على 7 يساوي 4 ضرب 7 على 4 يساوي 28 على 4 يساوي 7. ب 36 تقسيم 3 على 4 يساوي 36 ضرب 4 على 3 يساوي 144 على 3 يساوي 48. جيم 18 تقسيم 2 على 3 يساوي 18 ضرب 3 على 2 يساوي 54 على 2 يساوي 27. دال 12 تقسيم ربع يساوي 12 ضرب 4 على 1 يساوي 48. السؤال الثالث: يحتاج جسم الإنسان كل يوم لشرب 8 أكواب من الماء، كم نصفا في 8 أكواب؟ 8 تقسيم نصف يساوي 4، يوجد في 8 أكواب 4 أنصاف.
السؤال الرابع: في مزرعة ما يحتاج كل حصان إلى 2 على 5 حزمة من القش كطعام يوميا له، كم حصانا يمكن إطعامه في يوم واحد باستخدام 22 حزمة من القش؟ 22 تقسيم 2 على 5 يساوي 22 ضرب 5 على 2 يساوي 110 على 2 يساوي 55 حزمة من القش. السؤال الخامس: تنتج نحلة 8 جرام من العسل يوميا، فكم يوما تحتاج هذه النحلة لإنتاج 2 جرام من العسل؟ يساوي 2 تقسيم 1 على 8 يساوي 2 ضرب 8 على 1 يساوي 16 يوم.